يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث الذي قرئ أنه قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا سمع النداء، فهل يقال هذا الدعاء حين يسمع المرء الأذان أم إذا انتهى الأذان؟ لا، بعد ما ينتهي الأذان، وقت سماع الأذان يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول لفظة لفظة: إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرغ المؤذن فإنه يدعو بالدعاء. نعم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ثم يدعو بالدعاء. نعم.